سؤال بيقول من أرسل الملاك جبرائيل ليبشر السيدة العذراء في حين أن السيد المسيح كان في وقتها في بطن السيدة العذراء؟ اللي أرسل الملاك جبرائيل هو الله. أنا عايز أسألك سؤال بس أنت فاهم حاجة غلط. السيد المسيح لما كان في بطن العذراء واتحد بيها ساب الآب أو ساب السماء؟ الحقيقة ما سابهاش. ما هو ده اللي احنا يعني مش فاهمينه. احنا بنفتكر ان عشان السيد المسيح كان ماشي على الارض في اورشليم انه ما بقاش شايف امريكا ولا شايف اليابان ولا شايف الصين ولا شايف السماء ولا شايف اي حاجه تانية، هو شايف الناس بيكلمهم. لا يا حبيبي، اللاهوت عشان اشبهها لك، اللاهوت يعني انا الموضوع ده كان محتاج صبوره وشرح لكن هقوله كده باختصار. اللاهوت عامل زي الكهرباء اللي ماليه الدنيا دي كلها، عامل زي الهواء اللي مالي الدنيا دي كلها. انا بقولها لك حاجه كده محدوده بس عشان نفهمها. يعني كون ان الهواء ده جمعته في ازازه وقلت ان الازازه دي او كوره مش الكوره دي بنقول لك هننفخ هواء على الاخر فالكوره دي بقت مليانه ايه؟ مليانه هواء. هل معنى ان الهواء اللي هو اللاهوت بتاع المسيح بقى جوه الكوره ما بقاش فيه هواء بره الكوره؟ لا، في هواء بره الكوره والهواء مالي الكوره. لاهوت المسيح كان كده، كان مالي العالم كله وكان متحد بالآب وكان متحد بالروح القدس وفي الوقت نفسه جوه الكورة. طبعا ده مثل يعني جي على بالي دلوقتي احاول اقرب لك بيه الفكرة، لكن انا اعتقد ان من حين لاخر احنا على مستوى ثانوي وعلى مستوى جامعة محتاجين نتكلم على عقيدة الثالوث وعلاقة الاقانيم ببعض والحكايات دي كلها علشان شبابنا يبقى فاهم شوية. انت بس مشكلتك انك انت حجمت المسيح انه بقى جوه بطن العذراء مش براها، لكن اللي ارسل ملاك جبرائيل طبعا هو الله، لان الملاك جبرائيل ما بيعملش حاجة من غير امر ربنا.